يوم انعقدت الجلسة التقييمية للموسم الرياضي 22-23 حضرت أغلبية الأعضاء، بعض الضيوف، المندوبية نتاع الرياضة يمثلها سي بلقاسم الوافي، وكالعادة الإعلام نتاعنا المحبوب عنا هو حياة فهم. معقدة الجلسة قرينا التقرير الأدبي والتقرير المالي اللي وافقت عليه الهيئة المديرة الكل وصادقوا عليهم، وفي نفس الوقت افتحنا موضوع فرع كرة السلة اللي الهيئة المديرة الكل وافقت باش يتحل، ومنتون نحن حكينا فيه في الجلسة اللي الفارقة للعادة اللي عملناها اليوم. تأكدنا من الان مازالوا زوز مطالب مش يتعاملوا من السيد الوزير والسيد والي القيروان وكذلك الجامعة التونسية لكرة السلة لتأكيد هذا الفرق، وإن شاء الله المدرب مش يبدأ نهار لحد الجاي هذا نهار 1 أكتوبر في مباشرة التمارين مع بعض الانتدابات اللي لقيناهم في المدارس وفي المعاهد. الشيخ حمادي بطبيعة خدم معنا برشا ونعرفوه ونعرفوا القيمة بتاعه، وإن شاء الله الواحد يتمنى كان النجاح للرياضة في القروان بصفة عامة، ونحن قاعدين نخدمه في الرياضة مع ناشية أهداف أخرى. الرياضة النسائية ضعيفة شوية، إن شاء الله نقويها، إن شاء الله تأخذ الحظ متاعها كما يلزم في القروان وفي تونس كل إن شاء الله. التدريب فيها مشكل صغير اللي هي ما بين الوزارة والبلدية متاع القروان، إن شاء الله يلقاو حل باش يعملوا لها الترساج متاعها ويشوفوا السقف متاعها كيفاش باش يلقاو البنايات وين يتراني. قاعة المرحوم محمد العواني القاعة الوحيدة اللي نجموا نترانيو فيها. بالنسبة لقاعة عزيز ميلاد ما فيهاش إمكانية لأنه فيها شبيبة القيروان ونادي الحصري والهوند والباسكيت، ما فيهاش إمكانية. لو كان جا فما إمكانية راني قدرة ربي خبيت حتى حصة من الحصص عندنا توا نحن هوند وباسكيت، لكن الهوند والباسكيت توا مش نتلزوا يترانيو في لي تيران وبرا شوف عندنا هما لي تيران في الليسيات وواعد. ربي قدر الخير، أنا متأكد 100% أن سلطة الإشراف مش تخلينا، لأنه المرة الأخرى زاد كي ما لقيناش حلول مشينا للسيد الوالي وعمل مجهود باش حللنا الصالة. اليوم رئيس جمعية الاتحاد الرياضي القيرواني لكرة اليد السدعاني لأنهم عندهم فكرة لزيادة فرع كرة السلة، واني حضرت باش نعاونهم ونكون قريب لهم ونعطيهم بعض النصايح معناها لتكوين فرق في كرة السلة باش تنشط مستقبلا وباش يندمجوا في الجامعة التونسية لكرة السلة. توا حسب الحضور وحسب حضور ممثل المندوب الجهوي للشباب والرياضة معناها منكبين على هذا الموضوع وملتزمين، ومش الفريق هذا مش يظهر ان شاء الله في الموسم هذا. مدارس ودنيويات، مدارس ودنيويات هذا الموسم. بالنسبه لهذا الموسم بدايه من اليوم الاحد المقبل مش ننطلقوا في التمارين لتحضير هذا الفريق واحضار الاجازات والما الى غير ذلك. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.